ويقول: وهل هنالك منظومات أخرى في العقيدة تنصح بحفظها وفهمها؟ المنظومات في العقيدة كثيرة، المنظومات في العقيدة كثيرة. الواسطية منظومة ونظمها أكثر من واحد، وكذلك بقية العقائد المختصرة نظموها ليسهلوا حفظها على الطلاب، فاسألوا عنها. نعم، مثلا عقيدة السفاريني منظومة، عقيدة السفاريني منظومة، قد شرحها هو بشرحه، فالمناظيم موجودة والحمد لله. نعم.